أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وأسعد الله أيامكم ولياليكم. عارفين الوفا بتاتي انا حسبت الطيب بعيونك يبين حسب زرع زرعته في مكانه. اعزائي المشاهدين، الاغنيه واحده من هذه المؤثرات. هناك اجماع في كل الدنيا على ان الاغنيه هي خير وسيله لتثبيت مبدا او نشر فكره او تاكيد دعوه، لكن هذا الإجماع لا ينسحب على كل الأغاني التي تطلع علينا ليل نهار، وإنما المقصود به الأغاني الحقيقية الرفيعة المستوى، كلمات وألحان وغناء. بأيام البرد وأيام الشتاء والرصيف بحيرة والشارع غريب، تجي هاك البنت من بيت العتيق ويقلها انطريني أو أغنية تعبر عن مشاعر وطنية وأحاسيس قومية تستيقظ من خلالها. في عام 70 نور السعد طالعنا، فحل في الأرض تكريم وإسعاد، أبناء عز لنا في الجو صولتنا وللبحار أساطيل وقواد. الملاحظ أن الصراخ الموسيقي وضجيج الآلات الموسيقية وصداع التسجيلات سمات مميزة لأغاني هذه الأيام. قد نجد الكلمات هادئة ورفيعة ونجد الأداء حالما، لكن الموسيقى صاخبة بالآلات.